السلام عليكم. استكمالا لدرس الالجبريك اكسبريشن، هلا في عندنا فكره جديده هي الفاكتورايزيشن. فاكتورايزيشن، طيب شو يعني فاكتورايزيشن؟ انا ايمت بعمل فاكتورايز؟ الوقت اللي بيجيني انا طبعا السؤال بيقول لي فاكتورايز مثلا ذا الجبريك اكسبريشن. طيب انا شو يعني اني اعمل فاكتورايزيشن؟ الفاكتورايزيشن هو اني ادور على كومون فاكتور. بدي ادور على كومون فاكتور، طيب وين بدي ادور عليه؟ انا بيكون عندي مثلا الجبريك اكسبريشن، فور اكزامبل انا عندي هاد الجبريك اكسبريشن ان جنرال، اوكي؟ الاي هو اكس واي بلس اكس زد، فانا هون هاو ماني تيرمز عندي تو تيرمز، اوكي؟ طيب انا بدور هاد الفاكتورز تبعه هو اكس وواي، اوكي؟ يعني هو اكس تايمز واي، والترم الثاني اكس تايمز زد. طيب شو عندي كومون فاكتور بيناتهم؟ عندي الاكس بالاول والاكس بالثاني، اوكي؟ معناتها بيجي بقول انه ايكوال لما بدي اعمل فاكتورايزيشن طلعت هذا الكومون فاكتور، اوكي؟ بفتح بارنتيسيز، لسه في عندي كومون فاكتور ثاني؟ ما عندي. فانا بس عندي الاكس، اوكي؟ فطلعت الاكس برا فتحت بارنتيسيز، بيجي من هذا الترم بعد ما انا طلعت، شو يعني طلعت؟ يعني قسمت هذا الترم على اكس. فاذا انا قسمت الاكس واي، قسمت الاكس واي على اكس، شو يعني؟ يعني راحت هاي الاكس مع الاكس، بقى عندي واي، يعني بقى عندي من الترم الاول واي. طيب طبعا وهي بلس، اوكي؟ الترم الثاني هو اكس زد، اوكي؟ معناته انا الاكس زد لما بدي اقسمه على الاكس اللي هو الكومون فاكتور، راحت الاكس مع الاكس، شو بقي معي؟ بقي معي زد، معناتها بلس زد، وسكرنا البرنتيسيز وما في اي عمليه اني اعملها ثاني. طيب نجي للاكزامبل الثاني. الاي اكس هو 4x بلس 4y. طيب بيجي بقول انا هون كم ترم عندي؟ عندي 4x وعندي 4y، معناتها 2 terms. I have 2 terms in this expression. So بدور هلا شو عندي كومون فاكتور بيناتهم او شو هو الفاكتورز. هذا عباره عن 4 تايمز اكس وهذا عباره عن 4 تايمز واي. شو الكومون فاكتور بيناتهم؟ هو ال4. فبيجي بحط بقول هاي الاي اكس ايكوالز، حطينا ال4 برا، في كومون فاكتور ثاني؟ ما عندي. هذا عنده اكس، هذا ما عنده اياها، هذا عنده واي، هذا ما عنده اياها، معناتها ما في غير ال4 كومون فاكتور. فتحت بارنتيسز كمان منقول انا قلت ال 4x، اوكي؟ هاي ال 4x بقسم على 4، راحت ال 4 مع ال 4، شو بقي؟ بقي x، معناتها هون بقي معي x. طيب نفس الشيء على ال 4y، قسمناها على 4، بقي معي y. في عمليه اعملها؟ ما في عمليه اعملها. فهلا ننتقل على الاكسرسايز الثالث. عندي xy سكويرد بلس 3x، كمان عندي 2 terms هون. طيب بتطلع في عندي common factor بيناتهم، هذا عبارة عن x، هذا في x، هذا في x، معناته في عندي ال x هي common factor. طيب هذا عنده y، y squared يعني y times y. طيب هذا عنده y، ما عنده y، معناته ال y ما أنا common factor. بيجي للثاني عنده 3، هذا عنده 3، ما عنده 3 أو multiple of 3، ما عنده. طيب بيجي لل x، هاد اخذتها خلاص ما عاد في داعي باخذها مره وحده، ما بدي اخذها مرتين. فهلا كمان الاكس واي سكويرد، هاي الاكس واي سكويرد بس مع الاكس، راحت مشان الترم الاول راحت الاكس مع الاكس، بقي عندي واي سكويرد، معناتها هون حطينا واي سكويرد. هاي بلس، نجي للثاني ل 3 اكس بقسم على اكس، شو بقي معي؟ راحت الاكس مع الاكس، بقي 3. كمان هيك بكون عملت الفاكتورايز للاكسرسايز الثالث، اوكي؟ طيب ننتقل لهذا الاكزامبل. عندي كمان هون بهذا الاكسبريشن عندي 2 terms 12x squared minus 6xy. طيب بيجي بشوف انه شو عندي انا مشترك بيناتهم. 12 هي عباره عن شو؟ 12 هي عبارة عن 2 times 6، اوكي؟ طيب بالترم الثاني عندي 6، اوكي؟ معناتها انا عندي 6 هي common factor، حطيتها برا. طيب في عندي شيء ثاني؟ عندي هون x squared
شو ال x كوارد؟ يعني هي x times x. اوكي؟ طيب بالترم الثاني عندي x المشترك، فيني انا اخذ x كوارد. ال x كوارد ما انا مشتركة، هني متماثلين انه هذا عنده x وهذا عنده x، معناتها باخذ x، ما باخذ x كوارد. اوكي؟ طيب هذا ما بقى عنده شيء، هذا عنده y، ال y ما انا موجودة هون، معناتها خلصت الكومون فاكتور. طيب هلا بيجي بقول هذا ال 12x كوارد بدي اسمه انا على الكومون فاكتور. طيب هاي 12x كوارد، اوكي الكومون فاكتور هو 6x. طيب ال 12 على 6 هي 2، الx كوارد راحت مع الx معناتها بقى عندي 2x. اوكي من الاول بقى معي 2x. طيب ماينس 6xy. اوكي بيجي بقول هاي 6xy بدي اسمع على الكومون فاكتور يلي هو 6x، راحت الاكس مع الاكس و6 مع 6 بقى عندي y، معناتها ماينس y. طيب لسه في عندي شيء اعمله؟ لا ما في، في كومون ما في، خلاص 6x times in parentheses x minus y، بكون عملت له factorization لهذا الاكسبريشن. ننتقل للاكزامبل اللي بعده، عندي كمان 3 times in parentheses x minus 1 minus x minus 1 times y. طيب كم ترم عندي؟ عندي 2 terms، هذا الترم الاول وهذا second term. اوكي طيب شو المشترك؟ بتطلع 3 times x minus y وهون ال x minus y times y. طيب مثل ما كان عندي مثلا وقت اللي انا عم اقول x times y plus x plus z. اوكي ال x هون common factor بين هدول 2 terms، كمان ممكن انا يكون عندي ال common factor هو parentheses بحاله، parentheses بحاله، بس انا شو شرط انه انا عندي هون times. دائما بدي انتبه انه بين الفاكتورز تبع الترم يكون تايمز، طبعا اذا ما في ساين معناتها تايمز. اوكي معناتها انا هون شو عندي الكومون فاكتور هو الاكس ماينس 1، بجي بطلعه لبرا بقول هاي اكس ماينس 1، طلعته لبرا فتحت قوس ثاني. طيب كمان نفس المبدا وقت اللي نحن عم نقول بدي اجي اقسم على الكومون فاكتور هاي 3 بالاكس ماينس 1. طيب اسمع الاكس ماينس 1 كأني عم عاملة معاملة x، فكمان ال x minus 1 مع ال x minus 1 شو بقى؟ بقى 3 minus ال x minus 1 بال y، x minus 1 بال y على ال x minus 1. اوكي كمان ال x minus 1 مع ال x minus 1 بقى معي y. اوكي معناتها minus y. طيب شو صار معي؟ كمان عملت الفاكتورايزيشن لهذا الاكسبريشن.